اسناني صارت من يوم اليوم بدأ فيها دم كتير، انا فمش عارف سبب الموضوع ده. طيب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل الدكتور، امينه هتسال حضرتك. اتفضل يا استاذه. اتفضل يا دكتور. امتى اخر مره عملت تنظيف جير؟ لا ما عملتش فندم. طيب هل بنغسل اسناننا بانتظام؟ ايوه يا فندم على طول، بالسواق بستخدم السواق على طول كل مطلع. طب هل واحنا بنغسل اسناننا بنلاقي دم؟ يعني ممكن لو تمرمطت جامد كده اتنزل دم. طيب تمام خلاص خليك معانا. ألف سلامة حضرتك أستاذ عبد الكريم، والدكتور هتجاوب حضرتك دكتور كاي. طيب هو أول حاجة طبعا زي ما احنا اتفقنا مشكلتنا في تنظيف الجير، هو ما عملش تنظيف جير قبل كده. تنظيف الجير لازم يتم كل سنة أو كل 6 شهور، دي بيحددها الدكتور بتاعك، هو بيشوف عندك معدل تكوين الجير قد إيه، لو لقاه عالي قوي هيقول لك أنت كل 6 شهور أو كل 3 شهور، لقاه في النورمال هيقول لك يبقى أنت كل سنة. طيب انا اسناني بتنزل دم، ما هو ده نتيجه ان اللثه بتستغيث بتقول لك الحقني، اللثه بتنزل دم لانها ملتهبه عايزه تنظيف جير، عايزه ان انا اغسل اسناني. انا سالته سؤال قلت له انت بتغسل اسنانك؟ قال لي اه بغسلها. طب هل انت بتغسلها صح؟ ايوه دي ده أهم. ده سؤال مهم جدا، يعني ايه اغسلها صح؟ بلس انا بستخدم السواك، ماشي برافو عليك انك بتستخدم السواك، بس هل انت بتعتني بيه صح؟ ولا هل هو بيبقى مبلول واقوم شايله وحطه في جيبي؟ دي كلها حاجات انا لازم اخد بالي منها. يعني انا فرشه اسناني، انا السواك بتاعي لازم يبقى متعرض للشمس وللهواء بالظبط، كل الحاجات دي مهم. فخلينا نبدا الاول بغسيل الاسنان لازم يبقى صح ازاي. اولا الفرشه بتاعتي لازم تبقى سوفت، فرشه ناعمه، ليه؟ عشان ما تاذيش الاسنان بتاعتي ولا اللثه. طيب تاني حاجه طريقه غسيل الاسنان، مش دقيقه واجري، لا ده انا بغسل اسناني 5 دقائق ودايما بمشي من اتجاه اللثه للسنه بتاعتي كاني بسرحها. يعني انا لو بغسل سناني اللي فوق يبقى من فوق لتحت، من فوق لتحت هغسل سناني اللي تحت من تحت لفوق وخمس دقائق، وامر على كل الاسطح بتاعه الاسنان بتاعتي، مش بمشي كده ولا كده 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 وخلاص، لا كل قرش لوحده كل فك لوحده، وامر بالفرشه على كل جوانب الاسنان. ده كده هيخلي اللثه بتاعتي. طب انا في نقطه برضو سالتها، انت بتغسل اسنانك بيبقى فيه دم؟ في ناس كتيره تشتكي من النقطه ديت، انا يا دكتور انا بغسل اسناني بلاقي دم. ما هو ده طبيعي، لو انا بقالي فتره طويله مش بغسل اسناني صح او مش بغسل اسناني اصلا، لما اجي اهتم بيها بقى هلاقيها بتنزل دم، يعني اسبوع 10 ايام وهتلاقي الموضوع يتحسن خالص. طب دكتور حضرتك برضو سالتي وقلتي له او يعني بتقولي في وسط الكلام ان في ناس بتغسل اسنانها وبتهتم وبتستخدم الحاجات التنظيف والكلام ده كله، بس ما بيبقاش عندها درايه مثلا، زي مثلا بتنظف وتقوم شايله الحاجه، بتنظف وتسيب مثلا فرشه في الهواء، ما بتستخدمش المعجون الصح، وبالذات ان فيه دلوقتي مواد لانها طلع اعلانات عنها انها حلوه وللاسف انها بتضر الاسنان، زي مثلا المعجون اللي بيبقى فيه الحاجات اللي هي بتاعت الفحم ده، بيقولوا خطر جدا على الاسنان، ويا ترى فعلا خطر ولا لا؟ الحاجات دي كلها، وفي كمان مواد بيعملوها للتبييض الناس بتستخدمها كل يوم، فحاجات التبييض دي بتستخدم كل يوم ولا زي ما بنقول لازم مره في الاسبوع علشان خاطر تحافظ على السنان، او مش كل الناس المفروض انها تستخدمها؟ اوكي طيب خلينا نبدا من اول السؤال اللي حضرتك قلتيه، ان الفرشه بتاعتي اعتني بيها ازاي. تمام، انا الفرشه بتاعتي لازم اغيرها كل 3 شهور، او اول ما الاقي ان الفرشه ذات نفسها السنون بتاعتها ديت بدا يحصل فيها وير او ان هي تقع او كده، يبقى انا على طول لازم اغير الفرشه بتاعتي. الفرشه بتاعتي لازم اكون حطاها بعيد عن باقي الفرش، مفيش حاجه اسمها ان كل فرش البيت محطوطه في مكان واحد. الكوبايه الشهيره بتاعتنا، غلط، مفيش حاجه اسمها كده. الفرشه بتاعتي كل فرشه تبقى منفصله وتبقى في مكان فيه هواء وصل له هواء، ويفضل كمان ان يكون فيه شمس واصله له. دي اول نقطة. تاني حاجة دكتور، اللي هي الناس اللي بتنظف مثلا سنانها بحاجات وتقوم شايلاها زي حضرتك بتقولي بتبقى فيها المية بتاعة الاسنان او الكلام ده كله، وما ويحطوها في جيبهم مثلا، يحطوها معرضة للهواء. ما هو لا، هي لازم تتعرض للهواء عشان ما يندش فرصه للبكتيريا. احنا عندنا انواع بكتيريا في بقنا، ايروبيك وان ايروبيك، يعني هوائيه ولا هوائيه. اللاهوائيه دي طبعا فانت لما بتكتميها كده بالميه انت كده ما موتيش البكتيريا، فضلت البكتيريا عندك في فرشه الاسنان. طيب ده بالنسبه لاول حاجه. طب فرشه الاسنان، طب المعجون بتاعنا بيفرق؟
لا انا بالنسبه لي ما يفرقش معايا اي معجون، كل معجين الاسنان اللي هي العاديه اللي احنا مش بقول تبييض، معجين الاسنان العاديه مش عايزه اقول بس اسامي معينه، فعادي انا مش فارق معايا خالص. بس في بعض الاحيان الناس بيبقى عندها بعض حساسيه في الاسنان بنرشح لها معجون لحساسيه الاسنان. تمام. ولكن هنتكلم بقى على تبييض الاسنان. اي حاجه في السوق، اي حاجه في السوق بنستخدمها من نفسنا عشان نبيض الاسنان دي غلط تماما، ما ينفعش نستخدمها. حتى اللي بتبقى ستيكرز يا دكتور بنحطها وماركه معروفه وبتيجي مستورده بنحطها يعني بنسيبها الوقت شويه وبعد كده نشيلها، دي غلط؟ كل الحاجات دي غلط. امال تبييض الاسنان دوت نعمله ازاي؟ عن طريق حاجتين، ان اوفيس او ان هوم. يعني ايه؟ يعني في العياده او في البيت، والدكتور هو اللي بيجيب لك الماتيريال ديت انك تستخدمها في البيت. يعني انت لو مش عايز تعمل في العياده هيقول لك على انواع ان هي مناسبه اللي ينفع الطبيه، مش الحاجات الماركتنج في السوق اللي هي لا بتبقى التسويق يعني. بالظبط، احنا بنتكلم عن حاجه طبيه، فالدكتور هو اللي هيكتب لك الماتيريال اللي انت تقدر تستخدمها في البيت.